هوديكا هو روح متمردة. انطلق في بداية الستينيات ليحقق ثورة في عالم الرسم. التجريد الذي تعلمه في الأكاديمية وكذلك اللوحات الزيتية الجميلة مقرفة في نظره، فشرع بالتحرر واستخدم طلاء من متجر مواد البناء، حول به اللوحة البيضاء إلى ساحة معركة. كنت أبحث عن لون يلبي رغباتي وليس مجرد أنابيب ألوان زيتية أضع محتواها على لوحة لأحركها في كل الاتجاهات وأعود بعدها لأراها من بعيد ومن ثم أقترب لأعدلها وهكذا. ليس هذا من طبيعتي وإلا لما أصبحت رساما. النظرة التي يقدمها المعرض البرليني تظهر لنا غنى أعماله ومدى تشكيكه في كل شيء، محاولاً التعمق في الأمور. يتحدى الفنان البالغ من العمر 75 عاماً المشاهد بطريقة فكاهية ذكية وعميقة. اسم هذه اللوحة صياد وطريدة في غابة ألمانية. عندما يرغب المرء في تصوير غابة فعليه إظهارها وكأنها خلف غطاء تمويهي، كما هنا في الأعلى حيث تم تمويه شجرة بلوط حقيقية. إنه منظر خلاب وهذا يسحرني. أكثر ما يعشقه هو عمارة مدينة برلين الضخمة والتي لا تزال آثار الحرب العالمية الثانية بادية عليها. مبان بمحاذاة الجدار الذي قسم المدينة لعشرات السنين. لا أدري إن كنت قد بحثت في وقت ما عن مصدر إلهام بعيد عني. لا، إنه نوع من نمط حياة، خبز وسكين وتفاحة إلى غير ذلك. أنا لا أستطيع التأكد من وجود ما تبقى من بوابة برلين. معظم ما أراه هو السواد. مرسمه الذي استأجره قبل 40 عاماً كان يقع بمحاذاة جدار برلين تماماً على الجهة الغربية، وقد كان بإمكانه من برجه كما يقول مشاهدة ما وراء الحدود. هنا نشأت معظم أعماله، واليوم يتقاسم المرسم مع ابنه النحات. عمل كاها هوديكا أستاذاً في أحد المعاهد العالية للفنون في برلين، وأثر على طلابه ليس بنمط رسمه فقط بل بتحفيزهم على اختيار طريق خاص بهم. زوجته إلفيرا هي دعامته الأساسية وهي تفضل البقاء في الظل. يرجع هذا التلسكوب إلى العهد الذي وجد فيه دوافعه كمراقب للمنطقة، وفي الأثناء اختفى المشهد تماماً وصورة ما كان يحدث وراء الجدار لم يعد لها وجود إلا في صوره. يضم المعرض البرليني أعماله التي أنجزها حتى تسعينيات القرن الماضي. حاول كاها هوديكا قبل عقود من الزمن إحداث ثورة في عالم الرسم، وهو لا يرغب في الإجابة عن السؤال عما إذا كان قد نجح في ذلك. يزعم البعض أن الصور تكذب وهذا ليس صحيحا، فالصور هكذا كما هي، والتجني على الحقيقة يحصل بعد التقاطها. كاها هوديكا متأكد من سلطة وجبروت صوره التي استطاع بواسطتها أن يصبغ الفن الألماني المعاصر بطابعها.